فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف الآن يبين لهم كثرة طرق الخير، وهذا من يسر الإسلام ورحمة الله تعالى، ما جعل طريق السبق إلى الله طريقا ضيقا لا يستطيعه إلا نفر قليل من الناس. لا، من أراد أن يسبق إلى الله فبإمكانه أن يسبق إلى الله تعالى، لأن أعظم طريق للوصول إلى الله تعالى محبته، الشوق للقائه، خشيته، وهذا يمكن أن يصل إليه كل مسلم بقلب صاف، بصدق مع الله، بإقبال على الله، بكثرة ذكر الله. فالمسألة ما تتعلق بغنى أو فقر أو أعمال كبيرة، لا، الأعمال كثيرة ومتنوعة، وكل ميسر لما خلق له، ليبلوكم فيما آتاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أنتم أيضا عندكم صدقات عظيمة. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى إذا أتى الرجل أهله ففي هذا أجر صدقة. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حتى هذه الشهوة التي يتمتع بها الإنسان يحصل على أجر، لماذا؟ لأن هذا فيه إعفاف لنفسه وإعفاف لزوجته، وفيه الذرية الصالحة بإذن الله، فهذه كلها أجور عظيمة. وأيضا كف نفسه عن الحرام، ما وضعها في الحرام، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا قياس العكس. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فإذا أبواب الخير كثيرة وكثيرة.